خلينا نتكلم مع حضراتكم عن جهود الدبلوماسية المصرية ووصولنا لأولى أيام الهدنة مع الكاتب الصحفي إسلام عفيفي. مساء الخير على حضرتك، ويعني قراءتك للمشهد اليوم وللجهود الدبلوماسية المصرية منذ بداية هذه الحرب الغاشمة على أهلنا في غزة. أهلا وسهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. يعني أعتقد أن موقف مصر من الأزمة منذ اندلاعها وانفجار الأحداث والمواجهات موقف، أولا هو موقف ثابت، موقف يتصاعد مع تصاعد الأحداث، العمل مع يعني والتفاعل مع الأحداث بشكل من خلال تشكيل خلية أزمة والعمل من خلال مؤسسات الدولة مجتمعة. يعني أعتقد توجيهات الرئيس كانت واضحة منذ اللحظات الأولى للعدوان بضرورة حماية الأبرياء والمدنيين وأهل غزة في هذا العدوان، وإن إذا كانت إسرائيل تستهدف حماس فحتى لو كانت هناك حرب فهناك قوانين يعني تخضع لها حتى الحروب وحتى مثل هذه الأمور العسكرية. أعتقد إن الدبلوماسية الرئاسية قامت بجهود دؤوبة ومكثفة واتصالات مع كل عواصم العالم وقادة زعماء العالم وقادة زعماء المنطقة العربية والإقليم. مصر جهودها الدبلوماسية والسياسية وما قامت به القيادة السياسية المصرية من التأكيد على ثوابت القضية الفلسطينية، من أن هناك مقررات دولية يجب احترامها، من أن هناك حقوق فلسطينية لا يمكن التغاضي أو تجاهلها، من أن مسألة التهجير القسري زي ما حضرتك ذكرتي وذكر السيد الرئيس بالأمس أن مسألة التهجير القسري هي مسألة هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه. وبالتالي الثوابت المصرية حاضرة، والقواعد التي تعاملت بها القيادة المصرية في هذا الأمر كانت واضحة منذ اليوم الأول. وحتى اللحظة نحن ننتقل بالقضية من مسألة وقف إطلاق النار والهدنة إلى أولا احتواء تداعيات الأزمة وما جرى من يعني والوضع الكارثي وكيفية احتواء هذا الوضع والتخفيف على أهل غزة من خلال يعني بنتكلم في 300 شاحنة تمر من معبر رفح في أيام الهدنة بمساعدات متنوعة من وقود واحتياجات غذائية وطبية ومساعدات إغاثية وكل مستلزمات القطاع ده أولا، لأن الحياة يعني وهنا عايز اقول جمله مهمه قوي اشار اليها السيد الرئيس اليوم في لقائه مع رئيس وزراء بلجيكا واسبانيا، ان تحويل القطاع الى مكان كارثي او لا انساني او لا ادمي بان تكون الحياه فيه مستحيله هو نوع ايضا من التهجير القسري. صحيح، يعني ليست المساله هنا، العبره ليست بالتصريحات كما قال السيد الرئيس، ولكن بالفعل الذي يتم على الأرض. الفعل الذي يتم على الأرض هو يعني استحالة الحياة في القطاع الذي انقطعت عنه المياه والكهرباء والغاز وكل سبل الحياة، وبالتالي كيف يعيش أهل غزة؟ بنتكلم في 2,600,000 مواطن يعيشون في هذا الوضع الكارثي اللا إنساني اللا آدمي. يعني تكلم السيد الرئيس بالأرقام عن إن في 50,000 منزل تعرضوا للتدمير الشامل و 150,000 تعرضوا للأضرار متنوعة. إذا نحن نتحدث عن أكثر من 1,000,000 نزحوا من بيوتهم ومساكنهم. كيف يتم احتواء هذا الوضع داخل القطاع بتوفير ملاذات وأماكن آمنة داخل القطاع في الشمال وفي الوسط وفي الجنوب وتوفير لهم احتياجاتهم اليومية؟ هنا يعني اعتقد ان كانت الرساله واضحه جدا 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 من خلال هذا اللقاء الدبلوماسي الثلاثي المشترك. ويمكن استاذ اسلام عايز اتوقف مع حضرتك هنا عند تصريحات رئيس وزراء بلجيكا واسبانيا بعد مقابله السيد رئيس عبد الفتاح السيسي من امام معبر رفح، ويمكن اللي اعترض عليها بشده الجانب الاسرائيلي، وهذا الحديث اللي استشعر العالم انه هناك تغيير في الموقف الاوروبي بشكل كبير من خلال هذه التصريحات. إصرار مصر على أن القضية لها معالم محددة وفق القانون الدولي وفق مقررات الشرعية الدولية، إصرار مصر الدبلوماسي على أن هناك
يعني ان مصر كانت لها رسائل دبلوماسيه واضحه جدا في التعامل مع الازمه. اولا نحن اول من تحدث عن على ضروره حمايه المدنيين. صحيح. نحن اول من تحدث عن ضروره توفير مساعدات للمدنيين وحمايتهم وتوفير احتياجاتهم. نحن اول من تحدث عن فكره التهجير القسري، ولا يمكن ان يتم تصفيه القضيه على حساب اي دوله من دول الجوار. نحن من رفض كل هذه الامور وبوضوح وبصراحه، ولدرجه ان مصر يعني والقياده السياسيه تعاملت بما يمكن ان نسميه الدبلوماسيه الخشنه في هذا الامر. عندما دعت مصر لقمه عالميه وحضرها زعماء العالم في القاهره، قمه القاهره للسلام، قمه القاهره للسلام، وتحدث الرئيس بوضوح واعاد جملته قائلا واكرر، لن يتم تصفيه القضيه على حساب مصر ولا حساب دول اخرى، هذا امر مرفوض تماما امام كل دول العالم. وبالتالي الموقف واضح وهناك صراحه شديده تحدث بها الرئيس، والموقف المصري الثابت هو ما قلب الطاوله كما يمكن ان نقول، وايضا فجر المخطط لتصفيه القضيه وتهجير الفلسطينيين او القسري او حتى اغرائهم بالخروج من القطاع الى دول اخرى. وحديث كثير جدا يمكن بنتابعه على وسائل التواصل الاجتماعي من اسماء من يعني من قيادات وسلطات احتلال وغيره وصحفيين ينتمون الى الكيان يتحدثون عن امكانيه تهجيرهم الى كندا وغيره ويتاح فرص حياه لهم افضل وهكذا، يعني نوع من الاغراءات، وهذا نوع من التهجير الطوعي ايضا الذي ترفضه ايضا مصر. صحيح. لان هذا معناه ببساطه شديده تصفية القضية الفلسطينية، ويمكن ده اللي رفضه الجانب المصري بكل تأكيد من اليوم الأول، وده لصالح أهالينا في فلسطين وده لسان حالهم دائما. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا أستاذ إسلام عفيفي الكاتب الصحفي.